حين تفتح التلفاز لمشاهدة مباراة وتجد أن الوقت على الشاشة قد بلغ 14 دقيقة فوق الوقت الأصلي، ستظن حينها أنك تشاهد شوطاً إضافياً، لكن في الواقع أنه الوقت بدل الضائع وفق النظام الجديد بمونديال قطر. مواجهة إنجلترا وإيران في المجموعة الثانية قبل أيام شهدت أطول وقت بدل ضائع في تاريخ كأس العالم، بعدما احتسب الحكم 13 دقيقة وثمان ثوان في الشوط الأول. لم تكن تلك المباراة الوحيدة حيث تفاجأ عشاق كرة القدم بوقت بدل ضائع طويل خلال مشاهدتهم لمعظم مباريات كأس العالم في قطر، والذي تجاوز 10 دقائق في الشوط الأول أو الثاني. المعتاد في المباريات ألا يتجاوز الوقت بدل الضائع 3 دقائق، حتى إن بعض المباريات وخاصة في الشوط الأول لا يحسب لها وقت بدل ضائع أبداً، لكن الأمر بات مختلفاً في مونديال قطر، ودفع كثيرين للتساؤل عن سبب طول الوقت بدل الضائع. السبب يعود إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعتمد قانوناً جديداً للوقت بدل الضائع، جعل مباريات كرة القدم أشبه بنظام كرة السلة. الفيفا دعا الحكام إلى احتساب كل ثانية تضيع في الوقت الأصلي من المباراة وتعويضها في الوقت بدل الضائع. ووفق القانون الجديد، فإن خروج الكرة للتماس أو الركنية والمشادات بين اللاعبين وتقييم الإصابات ومراجعة تقنية الفيديو الفار، إضافة إلى التوقف لاحتساب ضربة جزاء والاحتفالات بالأهداف أو التبديلات وسقوط اللاعبين على الأرض، كل تلك اللحظات باتت تدخل ضمن الوقت بدل الضائع. ولضبط الموضوع بدقة، استخدم الفيفا تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث توضع شاشة في غرفة التحكيم مخصصة لاحتساب الوقت بدل الضائع. الاتحاد الإيطالي قرر اعتماد طريقة الفيفا في احتساب الوقت بدل الضائع، حيث ستطبق في الدوري الإيطالي عند استئنافه في كانون الثاني المقبل. القانون الجديد لاقى تأييدا ومعارضة، حيث دافع الفيفا عن قراره واعتبره خطوة تضمن العدل والحق لكل الفرق، لكن في المقابل اعتبرها البعض الآخر خطوة تجعل المباراة مملة جدا وتقتل روح كرة القدم.